طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. أنا تيسير الطيب، مدير مركز الطبابة للتدريب المتقدم، وأرحب بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجنا تابلتس. تابلتس هو واحد من برامج مركز الطبابة للتدريب المتقدم، بنعمل مشاركة للمحادثات والعروض الحية مع المجتمع. محتوى وتصميم كل حلقة من تابلتس هو فريد من نوعه ومستقل، لكن جميع العروض لها ميزات مشتركة. هو سلسلة كما أسلفنا من المحادثات القصيرة 15 ل 30 دقيقة، بنركز أكثر حاجة على الفكرة، وحلقات التاب إكس بتغطي مجموعة واسعة من المواضيع وتهدف لتعزيز التعليم والإلهام. وقت الحالي نحن نستعمل برنامج الزوم لعروض التاب إكس مع بث مباشر على صفحاتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب، لكن نرحب بكل شركائنا بمشاركة البث المباشر من صفحتنا على الفيسبوك. عروض التاب إكس بتناول قضايا متعددة ومجموعة متنوعة من الأصوات من العديد من التخصصات، وده اللي بيخلي البرنامج متميز ومحتوى خالي تماما من التحيز، وفرصة المشاركة في فعاليات التاب إكس متاحة للمتطوعين من داخل وخارج السودان. فعاليات التاب إكس ما عندها أي أجندة تجارية أو سياسية، وهدفها هو تحفيز الحوار والتواصل المجتمعي. ليلة سعيدين جدا نكون معنا أخونا الطيب محمد الطيب. هو وصف نفسه بأنه محب للحياة ومؤمن أنه النجاح والإبداع يأتي من عمق المعاناة، ومؤمن بالمقولة ما لا يقتلك يجعلك أقوى، ولذلك اخترنا له عنوان هذا العنوان لحلقة الليلة إن شاء الله. الطيب محمد الطيب، السلام عليكم ومرحبا بك، تفضل حبيبي. أعمل أميوت يا طيب. أعمل أميوت يا طيب، تفضل. ألو، تفضل يا طيب، مسموع بعض، تفضل. صوت مسموع. طيب، أشكرك دكتور تيسير على الفرصة دي، أشكرك علي تحت الفرصة، وأشكر مركز الطبابة على البرنامج الظريف ده اللي بيتيح للشباب أنهم ينقلوا فرصهم وينقلوا تجاربهم ولو كانت بسيطة للمجتمع. فشكرا لكم جميعا، وشكرا للقائمين بمركز الطبابة، وشكرا لشخصك دكتور تيسير. حياك الله يا طيب، تفضل. الله يديك العافية. طيب، بداية أبدأ لكم قصتي البسيطة. أنا الطيب محمد الطيب، من مواليد إندونيسيا في جنوب شرق آسيا. عمري 20 سنة. ابتدت القصة في نهاية 2017 بالتحديد، لما خلصت من المدرسة. فالمشكلة أني قريت منهج سعودي في دولة إندونيسيا، فكان في فرق في التوقيت بين السعودية وإندونيسيا، لما قررت أني أوقف سنة ليه على أساس أستنى التقديم. ففي السنة دي كطالب أجنبي بتعقد على الأجانب، يعني سواء من ناحية مادية سواء من ناحية شروط وهكذا. فابتدت القصة من هناك، من الشروط دون شروط تعجيزية، منها امتحانات باللغة الإنجليزية وامتحانات باللغة الإندونيسية، غير الامتحانات اللي هي العلمية سواء من فيزياء وكيمياء ورياضيات، لأنه التخصص عايز أخشه اللي هو الطب. فكانت السنة دي بمثابة أني أقدر أجهز نفسي، واحدة من الشروط اللي كانت صعبة بالنسبة لي لأنه الإنجليزي حقي ما كان كويس، اللي هو امتحان الآيلتس، أكيد غني عن التعريف. وكان في امتحان تاني تابع لدولة إندونيسيا، يعني أنت لازم تكون متقن للغتين ليه بس عشان يقبلوك في الجامعة. وزي الجامعات البرة يعني وضع مختلف عن السودان شوية، أنه التقديم للجامعة بيكلفك قروش، يعني مثلا هنا التقديم مجاني أو بيكون مبالغ بسيطة، يعني هناك أنت ممكن تدفع لغاية $200 بس عشان تعرف نفسك شنو مقبول ولا ما مقبول. ممكن الناس اللي قدمت برة والناس كانت عايشة برة تعرف الحاجة دي. ففي السنة دي زول أنا بيحاول يلقى أكتر من شارع، فزول مسك درب المنح زي ما بقوله. فخلال سنة واحدة قدمت لمنحة تركية مرتين واترفضت. قدمت لمنحة MEXT اليابانية تابعة للحكومة اليابانية، برضو اترفضت. قدمت لجامعة إندونيسيا اللي هي الجامعة الأولى على مستوى إندونيسيا،
برضو اترفضتها. قدمت لجامعة اللي هي اسمها جاجه مادة اللي هي الجامعة الثانية على مستوى اندونيسيا برضو اترفضتها. فبعد سلسلة الرفض دي كلها الزول كان دار يتخلى عن حلمه اللي هو شنو انه يخش طب. ففي اخر لحظة يعني زي ما قالوا كان لقيت تقديم لهندسة كيميائية، لكن زي ما قال زول بس قدم عشان يرضي ضميره، لكن انا عارف اني ما حخش الهندسة الكيميائية. ففي نهاية السنة الوالد والوالدة قالوا خلاص بعد شنو طيب ترجع للسودان. فالزول اضطر انه يخلي بلد مولده ينتقل لبلد هويته اللي هو نصر مولود اندونيسي، عشت 18 سنة هناك. فالأمر كان شبه صعب أن ينتقل من دولة مختلفة تماما ثقافيا ولغة ومن أي ناحية اندونيسيا مختلفة عن السودان. فجيت للسودان الحمد لله كنت مدي كل سنة يعني ما واجهت صعوبات شديدة. فمن اليوم الأول استرحت، اليوم الثاني طوال مشيت للوزارة اللي هو زي ما أقول السودان الجرجرة بتاعت الوزارة. فالصوت مسموع؟ مسموع يا سيد فضل اسمع. ايوه فمن الوزاره طوال يعني زي ما اقول دول نزل مواصلات من اليوم الثاني، كنت ساكن بالرومان والوزاره في الخرطوم، فالحاجه كانت صعبه شويه. فايش تقريبا شبه يومي كنت بمشي للوزاره، للاسف الوزاره ما عندهم رقم، فكنت مضطر يعني زي ما قلت لكم يوميا بمشي. فالزول كان جاي من هناك قلت له حجي السودان خلاص ده المفتاح الذهبي، الزول حق الجامعات في وشه، حخش جامعه الخرطوم، حخش جامعه النيلين، حختار الجامعه يعني. لكن للأسف برضو زي ما قال الدنيا تظلمت الثاني، كان في امتحان بتاع معادلة ممكن ناس الشهادة السعودية بيعرفوه اللي هو تحصيلي. أنا قلت مدرسة سعودية في إندونيسيا، فمراكز التحصيل اللي ما كانت موجودة في إندونيسيا، فبالتالي جيت السودان بدونه. مشيت أي جامعة أي كلية يعني، في كليات متأكد في ناس كثيرين ما عارفين أساميها مشيت لهم برضو قال لي شنو ما في طريقة، أي جامعة كانت أنا مشيت لها قال لي ما في طريقة. إلين مشيت لكلية نبتة، مشيت لوكيل العميد، حاولت يعني اقنعه حكيته قصتي حكيته الظروف، الحمد لله كان في تجاوب يعني من وكيل الكليه الدكتور عبد الله الزبير. فقال لي ما في مشكله طيب تخش معنا وتمتحن امتحان التحصيلي في نص السمستر الاول تمام، اللي هو مواعيده كانت نحن بدينا الدراسه شهر 9 ومواعيد الامتحان كانت نهايه شهر 10 او في وسط 10. فالحمد لله بعد شهر ونص في الجامعه انا حايم ساي زي ما بيقولوا بدون اي إثبات من الجامعة اللي طالب عندهم، بس كان تعاون من الدكتورة أنه ما في مشكلة طيب يعني عشان ما تضيع منك السنة، جبت الدرجة وخشيت التخصص اللي هو كنت الزول بيحلم به. فالحمد لله دي نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى، وبرضو ممتن إلى الآن يعني لحين تخرج إلى زول ما يموت زي ما أقول للدكتور عبد الله الزبير أنه أتاح لي الفرصة أو وافق على أن يخش مبدئيا. فده زي ما قالوا الجانب المظلم من السنة دي حبيت أبدأ بها، لأنه زي ما قالوا كان القصة فيه two sides يعني. فالحمد لله في نفس السنة ذاتها اتعلمت الأمور الإعلامية سواء تصوير ومونتاج وإخراج وتصميم، كونت مصدر دخل في إندونيسيا في السنة نفسها. هذه السنة مسميها دائما سنة الظلم، أنه كيف طيب أنت تقدر تستفيد من الحاجات اللي عندك. كنت لقيت عندي أنا الحمد لله بتكلم ثلاثة لغات في دولة سياحية يعني ممتازة جدا من ناحية السياحة، فدمجت اللغات دي اللي بعرف لها بالحاجة في الدولة دي اللي شنو مرشد سياحي. لأنه أنت لما تمشي في دولة غريبة وتلقى زول من أهل بلدك مثلا يجيك سائح من دول الخليج يلقى زول سوداني حينبسط في الحياة دي. فاشتغلت كمرشد سياحي لمدة شهرين في الفترة اللي كانت بين إندونيسيا والسودان. بعدها لما جيت السودان الحمد لله اشتغلت كجرافيك ديزاينر في أقل من شهرين يعني طوالي زول أقول يحاول يجري. فالكلام ده قبل ما زول يخش الطيب يعني في بداية الطيب كنت طوالي مشيت فتشت عن شغل واشتغلت كجرافيك ديزاينر، والآن الحمد لله جرافيك ديزاينر. رغم الظروف اللي كنا بنمر بها السنة الفاتت والقبلها اللي من ناحية جائحة كورونا والظروف السياسية كانت مرة بلد من المظاهرات وغيرها، جيت من أوائل الدفعة الحمد لله. أنا في السمستر الرابع الآن من أوائل الدفعة حاليا ياهو زي ما قلت الحمد لله متحدث لثلاث لغات اللي هي العربية والإنجليزية والإندونيسية، محاضر متطوع في مواد البيسك بالنسبة للطب، محاضر متطوع بالنسبة للآيلتس العالمي، وبرضو في مجال التصميم والجرافيك ديزاين.
زي ما أسلفت مسبقا ممتاز لامتحان الآيلتس من قبل ما أخش الجامعة، متطوع في العديد من المنظمات، وحاليا مصمم تابع لمنظمة قوم الخيرية وفريق المبتكرين الصغار ومنظمة سودان فيوتشر ميكرز وغيرها من المنظمات، ومصمم حر في السوق يعني كمصدر دخل إضافي بجانب الطيف. بعرف لي 4 برامج التصميم اللي هي ممكن الناس اللي عندها معرفة بالمجال اللي أدوب بريمير وأفتر إفكت وفوتوشوب والإلستريتر اللي هي برامج خاصة ببرامج أدوب احترافية التصميم، وزي ما قالوا له لسه ما عمل حاجة ولسه بيتعلم. فدي كانت قصتي في السنة المظلمة، وإلى الآن الحمد لله يعني على ما رضى لازم أقول، والزول لسه بيتعلم. ألو تسمعني دكتور تيسير؟ يا سلام عليك يا طيب. يعني الطيب يعني ما شاء الله عليك اترفضت 4 مرات يا طيب. سامعني يا طيب؟ اترفضت والله وأكثر من 4 مرات، لكن اترفضت في يعني ذكرتهم دي بس في المنح اللي قالوا لي ادوني قبول مبدئي، لكن هي أكثر من كده. أكثر من كده. يا سلام. وتعلمت 3 لغات أو بتتحدث 3 لغات. اشتغلت أكثر من كده الحمد لله. بزنس صغير. وتعلمت ديزاين. أنا دائما مقتنع إنه أي واحد لما يمر بحاجة يعني بتطلع حاجة جميلة جوا وبيعبر عنها، يا مثلا بيرسم بيكتب شعر. فأنا طيب حسرك سؤال، أنت خلال فترة الإظلام بتاعتك دي كان في زول أو قدوة ملهمة بالنسبة لك، شخصية شايفة قدامك؟ أكيد دائما يعني الحمد لله دي نعمة كبيرة برضو اللي هي كان الوالد والوالدة واقفين وراي دائما، يعني دائما الوالدة كانت تقول لي يعني بعد ما اترفض أنه اتمسك بأحلامك دائما، يعني ما في زول حي ورا أحلامك إلا أنت، فكل ما كنت بتكسر كانت بتدعمني الحمد لله. فكان الدعم الأول لي الوالدة والوالد وأخواني برضو كلهم، فالعائلة الحمد لله يعني ما كانت مقصرة من الناحية دي. ما شاء الله تبارك الله. أنا صراحة بنتهز الفرصة، أنا يعني بروفيسور عماد أنا يعني رجعت شكركم عامدا إلى النهاية. نحن سعيدين، بروفيسور عماد هو سبونسر أو الراعي بتاع الطبابة ومركز التدريب للطبابة، رجل أفضله على الجميع. وبروفيسور عماد برضو معانا أختنا آلاء اللي هي كانت الفراشة الشجاعة من برنامج تاب إكس بتاع الأسبوع الماضي، نرحب بها برضو نحيا ونحيي بكل نحيي كل الحضور الكريم معانا هنا. بروفيسور عماد عندك حاجة عايز تقول لنا، خصوصا أنك أنت دائما مثال للدعم ومثال لل يعني للتحول الإيجابي، دائما تزرع فينا الأمل، تزرع فينا كل حاجة خضراء وجميلة. تفضل بروفيسور عماد. أعمل أميوت يا برو. الصوت ما مسموع بالنسبة لي. هل أعمل أميوت يا برو؟ نعم. أنت لسه ميوت يا برو. بروفيسور عماد انت عامل ميوت للمايك، عامل ام ميوت يا بروف. طيب شكرا يا دكتور الطيب. الحقيقه انا هي فعلا قصه ملهمه ودرس لكل واحد. في احد الفلاسفه قال ما دام انت قدرت تحلم بحاجه ووضعتها في كهدف نصب عيونك فده اساسا تاكيد ان انت ممكن تحقق، وإنه أساساً هتوصله. فمجرد الإنسان إنه يحلم بهدف معناه خلاص إنه ده أول خطوة إنه هتحقق الحاجة. طبعاً المهمة والأهم شيء في الدرس
تعلمنا منك الليلة يا طيب إنه الإنسان أبدا ما يفقد الأمل، والحمد لله أنت لقيت ناس سندوك من الأسرة. ولكن أول أهم شيء إنه الواحد يضع هدف وما يتنازل عن الهدف مهما كان. كويس. والحقيقة الدرس بتاع كيف الهدف بيخليك، لو الإنسان ركز في الهدف أصلا ما بيفتقد الطريقة، يعني بيوصل. وأساسا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ الهدف في الرسالة، كويس، يعني بدأ ما عنده أي إمكانيات، يعني واحد يقول غير بس إمكانياته الشخصية، لكن تمكن إنه يكون أمة، كويس، من مجرد فكرة. فكان في فكرة وكان في هدف، الواحد حقق الهدف. فيعني الواحد يهنيك على يعني مثابرتك وإنك أصلاً ما انكسرت، وصلت لغاية ما حققت الحاجة اللي أنت تحلم بها. فإن شاء الله نسمع. ولكن برضو من الحاجات الجميلة اللي أنت ذكرتها يا طيب إنه ده كان برضو استفدت من إنه اكتسبت مهارات زيادة. يعني ممكن واحد يقول والله النفسيات هتكون ما جميلة وما هيعمل أي حاجة، لكن ما شاء الله عليك واضح إنه يعني عندك الشخصية المثابرة اللي هي ما بتنكسر أبدا. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور عماد، شكرا لك وربنا يديك العافية، إن شاء الله نقدر نستفيد من خبراتك وتجاربك. يعني الفكرة والهدف والمثابرة، السعي والأخذ بالأسباب، كلها من عوامل وسبل النجاح. شكرا جزيلا حبيبنا الطيب، كتر خيرك، نلتقي بك إن شاء الله مرة ثانية. شكرا بروفيسور عماد لحضورك، الله يديك، دعمك المتواصل بالنسبة لنا جزاه خير. شكرا آلاء أسامة، كنت الفراشة الشجاعة الأسبوع الفات، ونلتقي بكم السادة الحضور، كتر خيركم جزيلا. شكرا أخوتنا ريان، كتر خير تقنية المعلومات. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة خفيفة الظل وسريعة إن شاء الله. دمتم بعافية، السلام عليكم، تصبحوا على خير. شكرا جزيلا، السلام ورحمة الله وبركاته.